في بادرة إنسانية ووطنية، نظمت القيادة الجهوية للقوات المساعدة ببني ملال خنيفرة حملة للتبرع بالدم، حملة لاقت الإقبال من جانب عناصر كافة الوحدات التابعة للقيادة. يساهم في هذه الحملة نساء ورجال هذا الجهاز بمختلف رتبهم ودرجاتهم على مستوى جميع الوحدات التابعة لجهاز بني ملال خنيفرة. الحملة هذه تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة. هذا العمل الإنساني يجري تحت إشراف المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال، يعكس الروح والثقافة السائدة داخل هذا الجهاز ويؤكد التزامه غير المشروط بتقديم يد العون للمواطنين بكل تطوع. هذه الحملة فرصة لتجديد التأكيد على المساهمة الفعالة للقوات المساعدة في المبادرة التضامنية والإنسانية، والإسهام أيضا في تجديد مخزون الدم.